بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشماليه شديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا كمان ان في يعني بعض الكلام بيتقال على السوشيال ميديا ان احنا هنمر بطقس يعني هيكون حار جدا وغير مستقر الايام اللي جايه. هو طبعا خلينا الاول نتكلم عن اليوم، ان اليوم درجات الحراره تنخفض عن امس بمعدل من درجتين لثلاث درجات، لان احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه. اليوم متوقع ان هي تكون 29 درجه مئويه، هي انخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره، لكن ايضا خلال فتره النهار هنلاحظ زياده فترات سطوع اشعه الشمس، وده هيخلي احساسنا بالطقس فتره النهار هو طقس ربيعي حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا محافظات شمال الصعيد. طبعا المناطق الساحليه بتكون اقل قيام درجات حراره من القاهره الكبرى، فاجواءها رباعيه دافيه فتره النهار. المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار، وده تحديدا بيكون في فتره الظهيره مع شده اشعاع الشمس. خلال فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، يمكن الليله دي هنحس ببعض البروده خاصه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، وخاصه كمان في المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير هنحس بالاجواء المائله للبروده. يوم الثلاث اللي جايه نحن لسه مكملين في الاستقرار ده ان شاء الله بكره كمان، بس بكره هيكون في ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره وعظمى على القاهره الكبرى هتكون 32 درجه مئويه، لكن بالفعل من يوم الثلاث اللي جاي وحتى نهايه الاسبوع حتى يوم الخميس هيكون في كتل هوائيه صحراويه بشكل كبير هتاثر علينا، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فهيكون في ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. بالفعل اجواء هتتحول الاجواء الشديده الحراره خلال فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى تحديدا يوم الاربعاء اللي جاي هتكون ما بين 39 ل 40 درجه مئويه خلال فتره النهار بالفعل، وده هيكون اعلى من المعدلات الطبيعيه. ده على القاهره يعني مش جنوب الصعيد كمان، ده على القاهره هتكون على القاهره الكبرى هتكون 40 درجه مئويه يوم الاربعاء، المناطق الجنوبيه هتكون ما بين 41 الى 42 درجه مئويه، اغلب محافظات الجمهوريه هيكون فيها ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره، يمكن ده هيكون اعلى من المعدل الطبيعي باكثر من 10 درجات، لكن دي طبيعه فصل الربيع، طبيعه فصل الربيع دايما الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره في بعض الايام وموجات الارتفاع في قيم درجات الحراره بتتكرر كتير في فصل الربيع، وكمان فترات الليل خلال نهاية الأسبوع أيضا هيحصل فيها اعتدال بشكل كبير، هيكون كمان في نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة هنحس بيه من يوم الثلاث ونكمل معانا الأربع والخميس إن شاء الله، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. مهم جدا في الفترة دي من السنة إن احنا نتابع النشرات الجوية، لأن طبعا الربيع دايما بيحصل فيه تغير في حالة الطقس من يوم للتاني. يمكن النهارده نشاط الرياح مش هنحس بيه بالشكل الكبير لان هو موجود في بعض الاماكن من جنوب سيناء او جنوب الصعيد وهو غير مثير لاي رمال واتربه، فبالتالي استقرار تام في الاحوال الجويه، بس ناخد بالنا قدر الامكان مع نهايات الاسبوع خاصه مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه طبعا. لازم واحنا خارجين نرتدي الكمامات، مش هيكون في مشكله تماما من تخفيف الملابس خلال فتره النهار، اللي هنأكد بس عليه فترات الليل هتوصل 40 يا دكتور نخفف ملابس اكيد مفيش مشكله اكيد طبعا. لا يعني احنا بس فتره الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل خاصه في ال 72 ساعه اللي جايه، لان احنا لسه بنقول في بعض البروده ممكن طبعا مع نهايه الاسبوع لو حصل ارتفاعات في قيم درجات الحراره الصغرى نخفف الملابس، لكن احنا بس بناكد على ال 72 ساعه. وعلشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من
القاهرة العظمى 29، الصغرى 17، العاصمة الإدارية 30/16، اسكندرية 24/16، العلمين الجديدة 24/16، مطروح 23/15، دمياط 24/17، بورسعيد 24/17، إسماعيلية 29/19، السويس 29/18، العريش 24/15، كاترين 25/12، طابة 28/19، حلايب 29/22، شلاتين 32/21، شرم الشيخ 34/22، الغردقة 34/22، الفيوم 32/18، بني سويف 32/18، الوادي الجديد 37/18، أسيوط 34/19، سوهاج 35/19، قنا 38/21، الأقصر 38/21، وأخيرا أسوان 38/23. نخلي بالنا ان النهارده وبكره الجو هيكون معتدل، لكن من يوم الثلاث هيكون في كمان يعني الرياح مثيره للرمال والاتربه وارتفاع كبير جدا في درجات الحراره، يمكن من يوم الثلاث لحد يوم الخميس. لكن بننصح مره ثانيه متابعه النشرات الجويه في برنامج صباح الخير يا مصر لمتابعه حاله الطقس. هرجع مره ثانيه لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا ليك.